السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل وأسرار مقامك حيث أقامك. الحقيقة أنا عندي حاجتين هقولهم وانت بقى براحتك، وانت براحتك تكرروهم تقولوهم، كل واحد حر في اختياره. كلنا عندنا ذنوب وعندنا تقصير، بس احنا عندنا فضل وسر في دعاء ودعاء بعده مهمين جدا لازم نحفظهم، هما بساط قوي. طب ما تيجي نسمع الكلام، نسمع كلام مين؟ نسمع كلام النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اسمع كده هو بيقول: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول كمان مرة: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يعني الدعاء ده لما أقوله كتير، والذكر ده لما أقوله كتير، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذنوبك وكل ذنوبك تتغفر. طب خد المفاجأة التانية والفضل التاني والسر التاني والكنز التاني ونقفل بيه الحلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. ربنا تبارك وتعالى يغفر ليك ويغفر لحضرتك ويغفر لنا كلنا كل الذنوب لما نقول الدعائين دول بقلب خاشع وبحضور وبيقين. اللهم تقبل منا جميعا، اللهم آمين. كل العطاء من الرحمن يأتينا، كل الذي حولنا أو بين أيدينا، فاعلم بأنك مسؤول فكن فطنا، قدم لأخراك، قدم لأخراك.